حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فطاير المقلاة فوق البوتاجاز كده، فطاير سايله وجميله وسهله جدا. لو انت مستعجله، ولادك جايين من المدرسه ولا اي حاجه وعايزه تحملي حاجات خفيفه، هتعمل الحاجه دي. كوبايه ونص ميه دافيه، وبرده هناخد كوبايه ونص لبن دافي. الحاجات دي كلها دافيه يا جماعه مش سخنه. كوباية هي برضو كوباية، كوباية ونص لبن دافي، برضو كوباية ونص لبن دافي اهوت، نص اهوت، يبقى كوباية ونص لبن وكوباية ونص مية دافية. وهنحط عليهم دلوقتي معلقة خميرة كبيرة، معلقة كبيرة خميرة اهي، وهناخد معلقة صغيرة كده، معلقة صغيرة كده ملح، وهاخد معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة سكر اهي، وهحاول اقلب الخليط بقى كله كده مع بعضه اهوت. يبقى كوباية ونص لبن وكوباية ونص مية، عليهم معلقة كبيرة خميرة ومعلقة صغيرة ملح ومعلقة كبيرة سكر. وبصي يا حبايبي بقى، عندنا بيضتين اهوت، هحطهم برضو اهوت. ادي بيضة، وعندي بيضة كمان اهيت بدرجة حرارة الغرفة طبعا، وهعملهم خالص كده، ولما اقلبهم خالص هرجع له. وبحط معلقه على الخليط ده، بحط معلقتين زيت، زيت زيتون او زيت عادي، اي زيت عندك يعني، معلقتين اتنين هما الزيت. بصي يا حبايبي، واحط كوبايتين ونص دقيق بس، شويه بشويه كده. يبقى انا كوباية ونص مية، عليهم كوباية ونص لبن، ومعلقة سكر كبيرة، ومعلقة خميرة كبيرة، ومعلقة ملح صغيرة. وهحط على الخليط ده كله كوبايتين ونص دقيق، باخدهم بقى شوية شوية كده، كوبايتين ونص دقيق، وتنين اقلب كده. وبعد ما اخلص الكمية حبايبي هرجع لكم اهو. يا حبايبي بصوا، بقت العجينة بيبقى سمكها كده، بتبقى عاملة زي الكيكة. وبعدين انا ما خليتش فيها اي تكتلات خالص، خليتها زي الحرير بالمضرب اهو اللي كان في ايدي، وبالمعلقة خليتها زي الحرير خالص. بصوا بقى حبايب قلبي، دلوقتي بقى هغطيها كده، هغطيها بالكيس ده كده، واخليها تلت ساعة نص ساعة، ولما تخمر هرجع لكم تاني. وخلاص يا حبايبي، خمرت خالص اهي. وعلى فكرة الحاجات اللي انا هحطها دلوقتي يعني براحتك بقى، انا هحط معلقة صغيرة هي فلفل اسمر كده، وهحط معلقة من طعم الجبنة، معلقة هي صغيرة برضو من طعم الجبنة. الحاجات التوابل دي يا حبايبي اختيارية. وعندي بقى فلفل اهو قطعته صغير، وهحطه عليه، احط الفلفل. ولو عندك اي خضرة انت بتحبها يا حبيبتي حطيها، يعني براحتكم انتوا بقى خالص. وعندي جبنة رومي مبشورة هي برضه هحطها، وجبنة مرزليلا برضه هي هحطها، وهقلب كله في بعض وكده. خلاص وصلنا للمرحلة الأخيرة، هقلب كله ببعضه كده، وهاخدكم بقى ونروح طبعا نقلي بقى الفطاير الجميلة بالعجينة الهشة الحلوة دي. خلاص كده يا حبايبي اهوت، يلا نروح بينا بقى على البوتاجاز. احنا جينا بنسخن المقلة بقى خالص الأول كده، وبحط بقى معلقة، ممكن بالفرشة كده زيت او زبدة يعني، في المقلة، وبعلي عليها خالص. ولما
الحاجه اللي انا حطاها دي تسيح، هقوم حاطه ايه بقى يا حبايبي؟ هحط بقى الحاجه اللي احنا عاملينها. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل بقى، هعمل البوتاجاز يا حبايبي يبقى متوسط، عايزين البوتاجاز متوسط. بعد ما علناه وسخنا كده نخلي البوتاجاز كده ايه متوسط. وخليكم معايا بقى اما نطلع الفطيره الاولانيه ديت. يا حبايبي قلبتها على اليمه الثانيه، ولما تتعمل بقى على اليمه الاولانيه واطلعها حولها. هاي يا حبايبي وهنا اهوت طريه وجميله وزي العسل اهي، بسم الله ما شاء الله، روعه روعه روعه. وهقلبها كمان مره اهيت، تاخد بس حاجه بسيطه. وكله بقى يا حبايبي نفس النظام، يعني لو لقيتها ناشفه كده في الوسط بتحطي نقطتين زيت كده على الحروف وبتطلع طريه وجميله قوي. الاخر اهو بصوا بقى من هنا روعه ازاي، منظرها يجنن. هطلعها بقى واعمل الباقي وارجع لكم. ديت اهي هقلبها بقى. بسم الله ما شاء الله، شوفوا منظرها يجنن ازاي، وطريه وجميله ما شاء الله. الاخر خالص هوريكم الكميه كلها. خلاص خلصت الكميه هي بنات، جميله. بسم الله ما شاء الله، حاجه روعه خالص. وطالعه سخنه بقى، طالعه سخنه خالص. شوفوا الوش اهوت والظهر اهوت كمان، هقطعها لكم سخنه قوي لان انا لسه جايباهم من على البوتاجاز دلوقتي. بصراحه يا بنات تحفه، طريقه تحفه وجميله وما بتكلفش حاجه وسهله ويعني وحاجه روعه كده وطريه. شوفوا يا بنات طريه ازاي، بسم الله ما شاء الله طريه. شوفوا يا حبايبي، شوفوا طريه ازاي، يعني كلها طريه خالص يا بنات بصراحه، وجميله. يعني طريقه في منتهى الروعه ومنتهى الجمال، احسن من البيتزا. بدل ما تتكلفي نفسك في بيتزا وتشتريها بفلوس كتيره، بنعمل فطاير المقله ديت فوق البوتاجاز ما بتاخدش منك والله 10 دقايق، وتاكليها كده وبالف هنا وشفا يا حبايبي. ولو عجبتكم الفكره الجميله ديت ما تنسونوش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا حبايبي باي، مع السلامه.